أمي وين كنت؟ عايدة اتركيني، خلص اعملوا يلي بدكم اياه. أنا ما رح أبدا أي وحدة بهالبيت، ورايحة فورا لعند أبي. إذا بدك تطلعي أنت وأبي فنسيني بدوب أنا كمان. شو يعني؟ شو كنتوا منتظرين ساوي؟ أقعد هون قدامكم وتتحكموا فيني كمان؟ خلص أنت اعملي يلي بدك يا، بس أنا بدي روح. ما رح تروحي على محل عايدة. بدون بنتي. بكفي أمي بكفي. عايدة خلصنا. بدي اطلع من هالوردة. وبعدين ما رح تقلي شو نويت؟ ما بعرف هلا، لا تسألني عن شيء أبدا. في إلي محل؟ ولو فرات. أهلا وسهلا. أهلا فيك. معلم جيب لنا صحن لهون لو سمحت. وينو عدنان؟ بالمعمل أمي. ابني؟ ابنك رجع البيت امي. عدنان ليش عم تعمل هيك فيني؟ شو بدك يعني اعمل؟ قليلي. ابني انا على شوي بس كنت رح اقتلك ورح اقتل حالي وراك. ليش ما قلت لي انه مراد عايش من قبل يا عدنان؟ اه يا امي ما اطيب قلبك. اه هاي مراد رجع هلا وما همه اي شي بالمرة. الجواب يلي ما أخذتي منه عم تسأليني عليه. تعال عالبيت يا عدنان، البيت بدونك ناقص شي. ما عاد رح ينقصوا شي أمي. عدنان لا تحرق قلبي أكتر من هيك، خلاص. روحي شوفي ابنك هداك أمي. وين رايح أنت؟ بدي أركض يا أمي، بدي أركض وبس. يمكن منشان أمسك شي أو أهرب من شي أو حتى بدون ما أعرف شو السبب لازم أركض. بابا
أمي بدها تتطلق منك، فهمنا الموضوع. ليش ما سألتي أبوكي إذا رح يتركني ضرة لنارين ولا لا؟ هاي أنا كم سنة عايشة على ضرة؟ وأنت كمان هلأ جربي إنك تعيشي هالشي. أمي لا تتدخلي. لليوم ما حاسبتك على كل هالسنين يا مراد، ومع هيك واقف وما عم تقول شي. فتون كرمالي تهدي شوي هلا. أنا ما رح أهدى لحتى أخلص يا أمينة. أصلا بكفي إنه نستغفلوني. مين يلي استغفلوكي؟ أنت ما كان إلك خبر بأي شي هون، عشت سنين طويلة مثل الملكة. نارين طولي بالك خلاص. أمي اتركني بلال. من يوم ما اجيت لهون حاولت اني فهمك ياها، قلت لك ألف مرة أنا مالي مثلك يا نارين. بكفي حاجة تمنسي أنا ما بقدر أكون مثلك. ماني مثلك. عشتي ملكة كل هالسنين مرة، أنا ماني مثلك. على شو شايفة حالك؟ أنا ما بقبل كون على ضرة. أنا أحسن منك وزيادة. مراد! بابا! مراد! بابا! معناتها قررت تروح لؤي؟ لأنه هذا الصح. أنت بتعرف الوضع منيح. يعني أنا بصراحة ما بدي أخجل منك، بس أنا ما بقدر. أنا مجبور أني أروح بسرعة. أنا فهمان عليك، أخذ نصيحة من أخ ليلك. الهروب ما نحل منيح. يعني انت هيك رح تاخد معك قلبك وكل شي، وصدقني انت كمان رح تشتهى كتير، وهذا الشوق رح يكبر كتير. انا جربت بس ما قدرت. انا مجبور، فهمني فرات. ماشي يا مراد، انت اشتغلت منيح وحضرتك صرت بطل، وهلأ عدنان شرير، بس انت شخص كتير منيح على فكرة. لك حتى اخوك يلي عمل الشر معك سامحته يا بطل. اي صحيح، الكبير هو يلي بيسامح، وطلعت انت الكبير والمنيح. انت بس استنى علي، وانا بدي ورجيك شو هو يلي رح يعمله عدنان بعد فترة. شو رأيك يا مراد؟ عيش هلأ أيامك الذهبية على راحتك. أما عدنان أوعك تفكر تستخف فيه. أوعك. جواد لا تخاف حبيبي، أبوك لأنه شافك فرح كتير لهيك أغمى عليه. وهلأ هنين راحوا على الدكتور مشان يطيب، فهمت؟
شو بدنا نعمل؟ والله بدنا نستنى مراد لحتى يصحى. طيب وإذا الدكتور حكى شيء؟ نحن هون لنمنح الشيء، وما حدا لازم يعرف أبداً ليش وقع مراد بهالحالة. طيب شو رح نعمل؟ رح نعمل مثل ما قلنا، نحن بدنا نحكي قصة الورم. يلا تفضل. دكتور ابني كيف صار؟ كيفه هلأ يا دكتور؟ بابا منيح؟ بصراحة وضعه هلأ كتير سيء. ليش يا دكتور؟ ليش عم تحكي هيك؟ انت شو عم تحكي؟ شو يعني وضعه سيء؟ الأعمار بيد الله، جهزوا حالكن. نحن ليش لنجهز حالنا؟ قلي لشو هالحكي هاد؟ أنا آسف. على شو آسف؟ انت ليش هيك عم تحكي؟ شو عم يقول هاد؟ حدا منكن يعمل اي شيء؟ شبكن؟ شو صار لكن؟ انا رح احكي لكن. طيب ممكن تخليني ساعدك؟ أنا ما حدا بيقدر يساعدني. ساعد أخوك أحسن. بصراحة ما بعرف من وين بدي بلش. مراد أكيد ما خبركم بشي، وكلكن معصبين منه، ومعكن حق. حاجة تماطل وأحكي مثل العالم. مراد في براسه ورم كبير، يعني هو عرف فيه قبل حادثة الانتحار يلي بتعرفوها، وقال له الدكتور ما بقيله غير وقت قليل. ولما صارت أزمته المالية هو فكر كيف رح يحمي حياة فتون، لهيك إجا يحكي مع عدنان. وهي الخناقة يلي شفتوها بالسي دي مزبوطة. مراد لما قال خلينا نقسم الأموال صارت الخناقة، وبالخناقة وقع بالمي، قرر أنه يستخدم هالوضع، وهيك رح تفكروا مات. كان بده يأمن حياتكم من بعيد، بس بقي فترة طويلة ما عم يقدر يتحرك، ونحن نقول له كل شيء. بعدين قررنا ناخده برات البلد لنعالجه، وعمل عملية بس ما نجحت العملية. وبعدين لما طلع هذا السي دي وقتها خاف بلال يصير قاتل وانجبر على هالشي، ولولا هي الحادثة ما كان بده يكشف حاله. وسبب صوته المبحوح إنه بأثناء العملية صار خطأ بكمية المخدر، وهذا كل شيء. مراد بيك هلأ صحي، رجاء ندخله واحد واحد. أنتوا رح تعرفوا كل شيء.
انت ايمتى رح تحكي بابا؟ احكي هلا، ليش عم تأجل؟ ليش ما حكيت يا مراد؟ ليش؟ انت يا بتقولي ليش ما حكيت، يا بتسأليني بدك تقلها. طيب انت بدك تقلها؟ انا ما بعرف اذا بصبح ولا لا يا نارين، بس انت لسه عم تسألي عن بلال. أنا هلأ لعرفت إنك عن جد صرتي أم حقيقية. يعني أنت ما بدك تقلها؟ أصلاً هلأ بلال عنده أم. بس كيف بدك يعني أعمل هالذنب؟ طيب وأنا كيف هيك بدي أبقى؟ ما فيك تبعدي عن بلال، ما هيك؟ بده يشوف بلال فوراً. لا لا، مستحيل هالشي. وبعدين إذا في هيك شي كان بابا قلنا ليش ليخبي؟ مشان يعني مشان أنتم ما تزعلوا، ما حكى شي، ما بده حدا يزعل، هذا السبب. لا لا، دولو للدكتور، خلوه يجي ويشوفه مرة تانية، خلوه يعمل شي، ما بيصير هيك. انت كنت بتعرف؟ طيب ليش ما حكيت؟ عايدة بنتي اهدي شوي. سألته، قلت له ليش، هو ما حكى وسكت. انا ما بستاهل كون ام، ما بستاهل لأني طلعت بعيونه وما فهمت شي، ما بستاهل أبداً كون أم. وفوق اتهمته كمان، أنا ما بستاهل كون أم، ما بستاهل كون أم. مرت عمي بخطيك، تركيني أمينة، تركيني. مرت عمي هادي شوي، الله يخليكي، والله خايفة يصير لك شي. لك شو لسه بده يصير بعد كل يلي صار؟ لك وينك يا ابني هلا؟ وين رحت؟ ابوك عم بيموت يا بلال، وانت وين رحت هلا يا ابني؟ ليش عملت فيني هيك يا أبي؟ ليش؟ أمي، أمي، أنت ما بيليق فيك تكون هون. أنا كنت كتير أدعي وأطلب من الله يورجيني إنك ميت عن جد، صار هالدعاء ضدي. انت ما بصير تكون هون ابدا. يلا يلا قوم ابني، وخلي امك يلي ما سمعتك وحكمت عليك تنام محلك. قوم يا ابني قوم. لا تحكي هالحكي،
بتمنى تسامحيني على كل شيء. الله مصدق مستحيل. عايدة هلا بدنا نحكي بهالشغلة؟ صدقيني ما عندي وقت لحتى نحكي بغير شيء. أنا بتمنى سامحك أكثر منك. ما أنا تمرة تسامحيني. كيف أنا بدي أقدر إلي يا مراد؟ بدي تعرفي إني حبيتك من كل قلبي. إذا عرفتي هالشي بكفيني. مالفتون بتشعل أصابيعك العشرة. بس حضرتك سكتت بقصة إختك وبلال. ليش؟ ليش سكتت؟ أنت ليش ما حكيت شي بهالقصة يا أستاذ يا محترم؟ كل شي عملته لحد هلأ كله رميته على غيرك يا عدنان، بس هالمرة ما رح يصير هيك. الو، وينك عدنان؟ شوف يا ابن صليل، قلت لك وينك انت؟ وليش؟ بدي اجي لعندك ونحكي. نحن بشو بدنا هلا نحكي يا ابن خالتي؟ بيلي انت عملته. انت زعلان لانه مراد اجا؟ ايه هيك الدنيا، مثل الافلام ما هيك؟ بيجي الولد الغالي وبيخلص الفيلم ونحن منصفق بالاخير. وينك ولك؟ انا بالمعمل. تعال، فعلا لما بتوقع البقرة بيكتروا سكاكينا يا ابن خالتي، وانت كمان كلكن صرتوا علي. ايه وعدنان ما رح يسكت لكم على شي. تعالوا، لا تعالوا كلكن واحد ورا التاني حاسبوني على كل شي. ايه واليوم يلي بده يحاسبكم فيه عدنان قريب. تعالوا كلكن، تعالوا واحد ورا التاني من شان تريحوا ضميركم وتدافعوا عن الحق. حملتوني الشغلة إلي ما هيك؟ أما عدنان ما رح يسكت أبدا. يلي بيعرفوا عدنان رح ياخدكم كلكن على حبل المشنقة. ليش ما حسبتوا هالحساب؟ آه؟ وانت تعال، وانت كمان تعال يا مراد، ورح تعرف إنه لما تكتب كتابك على وحدة رخيصة إنك انت ما رح تكسب شي بالمرة. يلا تعال، يلا.
بلال، ابني بترجاك تعال على المشفى، ابوك كتير تعبان وبجوز رح يشوفك لاخر مرة. هو كتير مريض بس ما قالنا. ابني وينك انت؟ بلال اركض وتعال على المشفى، ابوك عم بيموت يا ابني. عدنان، عدنان، ليك مين عم يزورنا؟ بدي حاسبك على ليلة اللي جاي يا عدنان. بدك تحاسبني؟ على شو بالضبط؟ ليش شو قلت غلط؟ انك شعلت لفتون اصابيعك العشرة، ولا انه حضرتك خبيت قصة بلال من شان اختك ما تقتل الحالة؟ انا شو حكيت غلط لحد تحاسبني؟ يلا قلي يا ابن خالتي، هلا اجا الابن الغالي وانا وياك طلعنا برا. رجع الابن المدلل عند امي وانا صرت برا، يعني زوجة الفتون رجع وانت برا. معناتها قد ما كنا نحن اتنين مختلفين عن بعض، عم يعاملونا معاملة واحدة. هوب طلع برا يا عدنان، هوب طلع برا يا فرات. ايه شو رايك بهالحكي؟ انا بعرف على شو انت مهموم والكل بيعرف، بس انت بتعرف انا شو همي. انا حبيت بلال من قلبي يا ابن خالتي، بس أنا هلأ يلي خسرت. لك أنا حبيته لبلال كتير وأكتر من أبوه كمان، عملته ابني. وهلأ رجع البطل مراد وماني محسوب قاتل كمان. وغير هيك لأنه مراد سامحني هلأ بصير هو المفضل، وأنا يلي خسرت كل شيء. انت هلا عم تدورها براسك. مراد رجع، يعني هلا كل احلامك انهارت. انت قد ايه زلمه متعلق بشي رخيص. شو عم تقولوا لك؟ مراد شو عم تقول؟ أنا آسف. أنت مالك قاتل. أنت خبرت عني يا عاصم، أنت بعتني. والله أنا آسف. بابا، بابا، بلال. امي، ابني، ابني وينك انت؟ شو في احكي؟ ابني أبوك عم بيموت.
انت شو عم تقولي؟ بلال ابني ابوك عم بيموت فوق انت وينك؟ هو كتير مريض لهيك اصلا ما اجا وما ورجانا وشو، وهو بده يشوفك لاخر مره. اركض يا ابني اركض. خالتي قلت لك اسمعني. بيني انا ونارين في شيء مشترك بلال، نحن اثنين حبيناه كثير وحبيناه لدرجه ما حدا ممكن يفهم هالشيء، ولهالسبب تألمنا كثير. انت شو عملت يا فرات؟ ها شو عملت؟ اتصلت ببنتك شيء؟ ها ما اتصلت؟ ما هيك انت كل همك انه مراد اجا هلأ وفتون طارت من ايدك، مزبوط كلامي؟ لك انت شو عملت يا فرات؟ شو عملت؟ شو عملت من شان بنتك؟ شو عملت غير انك تلاحق هي اللي ما بتسوى قروش؟ ها؟ ولك بدي موتك ولك. شبك فرات؟ ولك صار لي ساعة عم بحكي عن بنتك وانت راسك بالأرض، بس لما حكيت عن فتون صرت سبع. عن جد انت هلأ عم تراهق؟ روح نقلع من وشي بلا ما قلت لك نقلع نقلع. انت جيت لعندي يا فرات وهلأ شو؟ يمكن حابب تضربني بسكين لأني جبت سيرتها لفتون الحلوة؟ ولك والله لحتى موتك تعا حيوان حيوان. معقول بابا مات؟ معقول الأبهات يموتوا؟ وبعدين هلأ وقته؟ مو بكير؟ بكير كتير. لسه بدك تربيني أنا وعايدة ومايا وجواد، بقينا بنص الطريق. لسه بدي أعتذر منك ولازم أتعلم منك. عندي أخطاء لازم أتصلحها. أنت شوف كيف تركتنا، تركتنا من الصدر. بابا 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 بابا
يا ريت ما يموتوا الأبهات قبل ما يكبر البنات. ما بيصير يروحوا هيك. لسه بدي أحب أول شخص بعدك بابا، وبدي أخجل منك وأنت بدك تغار علي. كنت تقول ما حدا بيستاهلني، ما رح أحب حدا قدك. أنت يلي علمتني كيف حب. كنت بدي أنجرح وبدي أزعل وبدي أبكي على كتفك. بدي إلك بابا هيك للرجال، بس أنت غير الكل لأنه أنت أب. بس كيف تركتنا؟ تركتنا بنص الطريق بابا. صبي بيكبر بعد ما يموت أبوه. أما البنت، البنت يلي بيموت أبوها بتنسى تكبر، تبقى بنفس العمر محل ما تركها، حتى لو ما في أمل بتستنى. بجوز تصير شي معجزة وبيرجع مشان يلاقيها مثل ما تركها. أنا زرعت وردة سودا على قبرك وقلت لما بتفتح رح ترجع، وانت رجعت. شو صار هلا؟ ليش يا بابا؟ شوف كيف تركتنا، تركتنا بنص الطريق. بابا! بابا! جواد، انت اشتقت لأبوك ما هيك؟ مزبوط. انت ضميته، وكمان انت شميت ريحة أبوك صح؟ ايه، بس ما شبعت منه. ومستحيل تشبع. كتير تأخروا علينا، إن شاء الله ما يكون في شيء. إن شاء الله يا رب. رجعوا لي بابا.